أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب أيضا بالأستاذ عدنان الجبرني الصحفي من مأرب. عدنان، أهلا أهلا. عدنان، ماذا عن هذه الأخبار التي قالت أن هناك 4 سعوديين و2 يمنيين تم القبض عليهم في طريقهم إلى صنعاء؟ نعم، السلطات الأمنية وأجهزة الأمن في محافظة مأرب أعلنت بالأمس عن القبض على خلية مكونة من 5 أشخاص، 4 منهم يحملون الجنسية السعودية، والخامس هو شخص مرتبط بجماعة الحوثي كان يعمل على تسهيل وصول ال4 السعوديين إلى العاصمة صنعاء. هذا بحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة محافظة مأرب. الشرطة هنا أجرت التحقيقات ومن ثم تحقيقات أولية، ومن ثم سلمت الخلية بكاملها بما فيهم اليمني إلى السلطات السعودية ممثلة بالقوات الموجودة هنا، قوات التحالف العربي. التحقيقات الأولية أيضا كشفت أن هؤلاء الأشخاص ال4 السعوديين تحديدا دخلوا بطريقة غير شرعية عبر سلطنة عمان إلى اليمن، كان يجري تهريبهم باتجاه العاصمة صنعاء. تم القبض عليهم في نقطة في حاجز أمني جنوب مدينة مأرب باتجاه الخط الذي يربط مأرب بالبيضاء، أي أنهم كانوا على بعد مسافة قليلة 40 إلى 50 كيلومتر من الوصول إلى البيضاء، ومن ثم يتأمن أو يتم وصولهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. هذه المعلومات المتوفرة والتي أتاحتها السلطات الأمنية حتى الآن عن هذه الخلية. وما الذي قالته السلطات الأمنية أن الهدف من هذه الزيارة لهذه الخلية إلى صنعاء أو إلى تهريبهم إلى صنعاء؟ السلطات الأمنية تقول أن ال4 السعوديين كان يتم تسهيل وصولهم إلى صنعاء لتلقي التدريب والتأهيل لدى جماعة الحوثي. أيضا يشتبه أن لحد الآن هناك معلومات أن هؤلاء الأربعة ينتمون للطائفة الإسماعيلية، وهي من أقرب المتأثرين بفكر الحوثي، وينتمون أيضا للمناطق في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية. تأكيد أن هؤلاء كانوا في طريقهم إلى العاصمة صنعاء لتلقي التدريب لدى جماعة الحوثي قالت السلطات الأمنية في مأرب بحسب التحقيقات الأولية، وربما ينتظر أن تدلي الداخلية السعودية أو السلطات السعودية بمعلومات أكثر حول هذه الخلية باعتبار استكمال التحقيقات خلال يعني منذ أن تم تسليمهم يوم أمس. نعم، المملكة السعودية لم تعلن شيئا عن هذه القضية بالفعل، لكن كل ما جاء من معلومات عنها هو عبر وزارة الداخلية اليمنية، وأيضا عبر المواقع الإعلامية التابعة لها، وأيضا عن 26 سبتمبر وهو موقع تابع للجيش. عدنان، هل من معلومات أخرى إضافية حول هذه القضية حول هذه الخلية أيضا؟ المعلومات ليست متوفرة بشكل كبير عن أو تأكيد بشكل جازم وبالأدلة عن نية هذه الخلية الوصول إلى صنعاء مرتبطة بجماعة الحوثي، لكن الأرجح أن هذه الخلية في طريقها، يعني هي كذلك كما تقول السلطات الأمنية، طبيعة التهريب لو أنهم كانوا مهربين أو يهربون المخدرات أو السلاح، هناك طرق كثيرة يسلكها المهربون سواء من الجوف أو من بيحان شبوة وصولا إلى البيضاء، تمر كلها عبر الصحراء ولا تمر في هذه المناطق. هذه المناطق الجوف أو بيحان يمر منها المقطورات الكبيرة التي يهرب فيها يعني المهربون يهربون عبرها الصفقات الأسلحة أو المخدرات أو غير ذلك، لكن هذه العملية عملية نوعية تدل على المستوى الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في مأرب، مدى تعاونها أيضا مع المملكة العربية السعودية، مدى أهمية أن تعود الدولة إلى المحافظات المحررة لتأمين المنطقة ككل، لأن السلطات في مأرب أو الجوف أو غيرها أثبتت فاعلية تعاونها مع السعودية. أيضا اليوم تم القبض عن خلية جديدة تتبع الانقلابيين في منطقة الجفينة جنوب مأرب، ولكنها كانت متحصنة في منزل وبحوزتها العديد من المتفجرات والأسلحة وغير ذلك، وتمت مهاجمتها من قبل قوات النجدة والسيطرة عليها. لم تظهر معلومات حول هذه الخلية، هي خلية محلية بالتأكيد في منطقة كان الحوثيون يسيطرون عليها.
نعم، عدنان سأعود إليك حول هذه الخلية الأخرى وعن أيضا الخلايا الأخرى التي يتم القبض عليها في مأرب، لكن الحديث عن الخلية التي ينتمي أو يتواجد فيها 4 سعوديين هي الخبر اللافت في مثل هذه المعلومات التي تأتي من مأرب. أرحب أيضا باللواء الركن طيار محمد الكبيبان وهو محلل عسكري سعودي. لواء، يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. ربما تابعت الحلقة من البداية والحديث عن إلقاء القوات الشرعية على عصابة مكونة من 6 أشخاص أو 5 كما قيل، 4 منهم سعوديون كانوا يتهربون للوصول إلى صنعاء وأيضا دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية عبر عمان. كيف تجد مثل هذا الخبر وما الذي يعطيه من مدلول؟ والله إلى الآن يعني السلطات السعودية أو بما يصح أن قوات التحالف لم يصدر بيان في هذا الخصوص، بالرغم أنه صدر يعني بيان من الداخلية اليمنية، ويعني أعتقد أن هنالك فقط تروي قليل حتى يتم التأكد، ومن ثم يعني أنا متأكد أنه الإعلام السعودي راح يشيد بالإنجاز للقوات وزارة الداخلية اليمنية بالقبض على هؤلاء الأشخاص الذين ما تم تهريبهم أو أنه يعني قد يكونوا متواجدين منذ فترة. ولا يخفاك يعني أنه الأوضاع الحدود في عدد كبير من الذين يستطيعون المرور من خلال أو عبر نقاط التفتيش، ولكن هذا الإنجاز الذي أنا أراه شخصيا إنجاز لوزارة الداخلية اليمنية. الأمر الآخر، هنالك يعني تحول جديد فيما يخص بمزج ببعض الشباب السعودي بغض النظر عن الطائفة، لأني أنا أعتبر أنه جميعهم سعوديين، فلنترك موضوع الطائفة من كذا وكذا، ولكن هذا التحول جديد في أنه يعني الشخصيات تقوم بالتعاون مع الانقلابيين. هل هناك يعني عمليات استخبارية من قبل الحوثيين لتوظيف عدد شباب عدد من السعوديين؟ هل لهم علاقة بإيران؟ لأنه في إشارة كبيرة من الطائفة الإسماعيلية، هل لهم علاقة؟ أنا لا أعتقد، ولكن هنالك أسئلة كثيرة يعني يجب أن تطرح، ومن أهمها هل هي الخلية الأولى؟ هذا ما يقلقني، هل هنالك أشخاص لم يتم القبض عليهم؟ ما يحدث حاليا والعمليات العسكرية في تسريب كبير للمعلومات، هل هؤلاء هم من الأطراف الذين يسربون المعلومات؟ أسئلة كثيرة يجب أن تطرح، لا يجب أن يترك هذا الموضوع مجرد أن تم القبض على خلية متعاونة مع الانقلابيين، لا، يجب أن نفهم أين تم تجنيدهم، كيف تم التواصل معهم، وما هي أهدافهم، ولماذا يعني في هذا التوقيت بالذات، في توقيت يعني أعتقد أنه هنالك انتصارات كبيرة، والفكرة منها أعتقد شوشرة إعلامية، بالإضافة إلى أنه يعني ممكن يكونون أشخاص سعوديين، ولكن نحن نمشي أو نذهب مع ما ذكرت وزارة الداخلية اليمنية. فالمختصر في الكلام أنه هذا تحول جديد استراتيجية بتوظيف أو الزج المجموعة السعوديين ضمن العمليات العسكرية للعمل مع الانقلابيين. هذا يعني نوع جديد استراتيجية قد تخلق نوعا من القلق أو نوعا من الإشكال في التعامل، ولكني أنا متأكد بأن هذه حالة تعتبر فردية، لأن إحنا الآن خلال 2 سنة لم يتم ولله الحمد وجود أشخاص من المملكة تم توظيفهم يعملون مع الانقلابيين ضد الشرعية والمقاومة وقوات التحالف. أنا إلى الآن أعتبر أنها حالة فردية، ولكن لا يجب أن نتركها كذا، وننتظر خلال الأيام القليلة القادمة ونرى ماذا سيقول إما المتحدث الرسمي في التحالف أو من يعود عن التحالف. نعم، معلومات تحتاج إذن الكشف عنها بالفعل كما أشرت. هل هذه هي الخلية الوحيدة؟ هل هناك خلايا أخرى؟ هل هناك استهداف
لطائفة معينة في المجتمع السعودي الشقيق، أشياء كثيرة كما تعلم حدث اختراق أيضا للمجتمع اليمني حين قامت الحرب الأولى مع الحوثيين في 2004، كان يقال عنها أنهم أفراد، أنها حالة فردية لا تعبر عن طائفة معينة من اليمنيين، لكن اكتشفنا لاحقا أن إيران استقطبت من هؤلاء واستدعتهم إلى لبنان، حزب الله دربهم، أيضا استدعت بعض منهم إلى إيران ودربتهم. يحتاج الأمر ربما إلى تعاون قومي عربي كبير لكشف وفضح هذه المخططات الإيرانية الكبيرة التي تلعب في التنوع والتعدد العربي. أكيد أنا أضم صوتي لصوتك في الموضوع ده، لأنه يعني لا يجب أن تمر هكذا، ودائما يعني الشرارة أو النار تأتي من شرارة، فهذا موضوع خطير لا يجب أن يترك، يجب التحقيق. لننتظر، لأنه أنت الآن تتكلم على خيانة وطنية، أنت تتكلم على يعني أمر جلل وقاتل ضد قواتك مع جهة معروف أنها مصنفة إرهابية وعدد كبير من الدول تقوم حاليا بعمليات عسكرية، فهذا الأمر ليس بالأمر الهين. ويعني أنا برضو أؤيد أنه هل هي الخلية الأولى؟ هل هنالك من هو قادم؟ وهذا أمر يعني فقط نحتاج إلى أن نتريث قليلا، ولكن زي ما تفضلت لا يجب أن يترك هكذا، وإنما يجب أن يعالج. وأنا متأكد بأنه يعني التعاون الوثيق ما بين الحكومتين مثل وزارة الداخلية وقوات التحالف سوف تعمل جاهدة لإظهار الحقائق للمجتمع، لأن لا نريد من يستغل هذه الحادثة ويصورها بأبعاد معينة للمشاهدين. يعني الأوضاع الحالية في المنطقة والتجاذب مع القيادة القطرية في مشاكل أمنية إرهابية، قد يعني يتم استغلال هذا الوضع بأن هنالك ما لا يحمد عقبة. لذلك يعني أنا أتوقع أنه في حال وجود معلومات مؤكدة لقوات التحالف لن تتأخر في إظهارها للمشاهدين وإظهارها للعالم أجمع وإيضاحها للقيادتين في البلد. نعم، اللواء الركن طيار محمد القبيبان المحلل العسكري الاستراتيجي السعودي، شكرا لك. أيضا أعود إليك عدنان. عدنان، كشفت عن خلية أخرى تم إلقاء القبض عليها في الجفينة، كيف تم إلقاء القبض عليها؟ هل عبر معلومات أم عبر ربما بالصدفة أيضا كما حدث مع الخلية الأولى التي تم إلقاء القبض عليها وهي ذاهبة إلى صنعاء في إحدى النقاط الأمنية؟ دعني أقول لك أن العملية الأولى للقبض على الخلية التي من بينها 4 أشخاص يحملون الجنسية السعودية تمت إثر عملية استخباراتية، ولم تكن مفاجأة في وقتها، أو أن الشرطي الذي كان يكف في الحاجز الأمني اكتشفهم للتو. كان هناك عملية استخباراتية لم تكن بفارق كبير طبعا في التوقيت، هذا بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الأجهزة الأمنية هنا. أيضا الأجهزة الأمنية في مأرب أحفظت العديد من الخلايا الإرهابية هنا، سواء بعضها كانت هنا خلية نسائية وتم اكتشافها، وخلايا عديدة. هناك ما يقرب من أكثر من 113 عبوة ناسفة مثلا التي تم تفكيكها، واكتشاف الخلايا التي كانت تعمل على زرعها أو توزيعها في أماكن هنا في محافظة مأرب. هناك تكامل وتنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية في مأرب، الأمن السياسي، الشرطة، الأمن الخاص، النجدة، كل هذه الأجهزة عملت خلال الفترة الماضية بآلية تنسيق جديدة تم من خلالها توزيع المهام والقطاعات الأمنية لكل وحدة على حدة، ومن ثم هناك نجاح ملموس في هذه العمليات. الخلية التي اكتشفت اليوم لم يظهر حتى الآن معلومات حولها سوى أن قوات النجدة تمكنت من مباغتة هذه الخلية والقبض على كل أعضائها في مكان، في منزل صغير في الجفينة هنا جنوب مدينة مأرب. الجفينة هذه كانت مسرح للحرب عندما كانت الميليشيا على أسوار مدينة مأرب، كانت تتحصن في الجفينة وهي منطقة قريبة تقع جنوب مدينة مأرب.
باستمرار تحدث الأجهزة الأمنية في مأرب المعلومات وتنشر تفاصيل الخلايا العديدة التي تم كشفها وضبطها هنا في المحافظة. نعم، هناك العديد من العمليات التي يتم ضبطها وكشفها. كيف هو الوضع الآن في مأرب عدنان وأنت هناك؟ الوضع في مأرب مستقر وهناك يعني هدوء بشكل عام. أيضا هناك عمليات تنموية تجري، شكل الطرق وإصلاح الكهرباء وما إلى ذلك. كل يعني الوضع في مأرب طبيعي جدا. هناك سلطة الدولة تتعزز يوم بعد آخر. هناك أيضا استثمارات وجانب اقتصادي يزدهر في المحافظة، وهذا كله عائد إلى النجاح الأمني الذي هو عماد كل هذه الأشياء التي تنشأ عنها، سواء الجانب الاقتصادي أو الجانب التنموي، ونتيجة للاستقرار الأمني. بالطبع حدثت خلال الفترة الماضية بعض الحوادث، سواء تفجيرات أو ما شابه، أو محاولات لاغتيال بعض الأشخاص. هذه خنوقات أمنية حدثت، لكن ما نستطيع أن نقوله من خلال ما نشاهده ومن خلال ما نحصل عليه من معلومات أن هناك سرعة لدى الأجهزة الأمنية في سد هذه الثغرات و يعني تطوير العمل الأمني والاستخباراتي في آن واحد خلال هذه المرحلة. نعم، عدنان الجبرني الصحفي من مأرب، شكرا لك، أشكرك، كنت معي هذا المساء للحديث حول الخلية التي قيل أن فيها 4 سعوديين وتم إلقاء القبض عليهم وهم في طريقهم إلى العاصمة صنعاء، وكانوا أيضا قد عبروا إلى البلاد عبر التهريب من سلطنة عمان. أيضا أشكر اللواء الركن طيار محمد القبيبان المحلل العسكري الاستراتيجي السعودي، وكذلك أيضا في المحور الأول الدكتور محمد جميح المحلل والكاتب اليمني، وكذلك أيضا الأستاذ جمال المليكي المحلل السياسي اليمني. الشكر لكم أنتم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حديث لمساء آخر، في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.